يسعد مساكن وقلب. فاذا مع المتسابق ومن سيربح مليون؟ السؤال الاول. الجواب صح، صار معك 100 ريال. السؤال الثاني ب 200 ريال. الجواب صح، صاروا 200 ريال. السؤال ب 300 ريال. الجواب صح، صاروا 300 ريال. السؤال الرابع ب 500 ريال. الجواب صح، صاروا 500 ريال. السؤال الخامس ب 1000 ريال. جواب صح، صاروا 1000 ريال. السؤال السادس ب 2000 ريال. إذا من الجواب صح، صار معك 2000 ريال. السؤال السابع ب 4000 ريال. الجواب صح، صاروا 4000 ريال. السؤال الثامن ب 8000 ريال. الجواب صح، صاروا 8000 ريال. هلا السؤال التاسع ب 16000 ريال. الجواب صح، صاروا 16000 ريال.
هلأني السؤال العاشر ب 62,000 ريال. جوابك صح وصاروا 32,000 ريال. السؤال الحادي عشر ب 64,000 ريال. جواب صح وصار معك 64,000. السؤال الثاني عشر ب 125,000 ريال. إذا منك متأكد منيح في ثلاث وسائل مساعدة. والجواب صح صار 125,000 ريال. السؤال الثالث عشر ب 250,000 ريال. كان معكم 125,000 صاروا 250,000. السؤال الرابع عشر بنص مليون ريال. جوابك صح صاروا 50,000 ريال. السؤال الخامس عشر مليون ريال. نبهتك انه 500,000 حافظ عليهم ما حبيت، بس مش رح اعزمك فيه لانك ربحت المليون. الف مبروك.
الكرام، بتمنى لكم اوقات طيبه ونلتقيكم ان شاء الله بحلقه مقبله من برنامج من سيربح المليون. الى اللقاء.